بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. راح نبدأ الآن في الشابتر رقم 12 الستاتيك إيكوليبريوم أند إلاستيسيتي. طبعا هذا الشابتر تكمل للشابتر رقم 10 والآن هون 11. طبعا المقصود في الستاتيك إيكوليبريوم هو الاتزان الاستاتيكي، والإلاستيسيتي تعني المونة. الآن خلينا نبدأ نفهم شو معنى الستاتيك إيكوليبريم. قبل ما نشوف الآن طبعا كلمتين ستاتيك وإيكوليبريم كلمتين، نشوف شو معنى إيكوليبريم بعدين ستاتيك ونفهم شو المقصود بالستاتيك إيكوليبريم. طبعا إيكوليبريم تعني هنا اتزان لأن هون، ولذا نطبق هذا المفهوم على جسم أجسام لأن هون المتحركة، إنه الآن تعني جسم في حالة اتزان إنه في جسم بيتحرك بسرعة ثابتة سرعة زاوية لان هون ثابتة، طبعا بالنسبة لمين؟ لشخص موجود في inertial frame لان هون. الان اذا هذا المقصود في الايكوليبريم لان هون. الايكوليبريم الان تعني انه في عندي جسم بيتحرك لكن سرعته ثابتة، والسرعة الزاوية لان هون كمان لان هون الان ثابتة. الآن خلينا راح ندرس طبعا حالة خاصة من هذا النوع من الاتزان الآن هنا، اللي هو لما تكون السرعة اللي حكينا عنهم اللي هي الفيلوسيتي والانجل فيلوسيتي، نحكي عن ثوابت بس ممكن هذا ثابت يساوي صفر، معناه إذا كان السرعة الخطية تساوي صفر والسرعة الزاوية تساوي صفر هذا نطلق عليه اسم static equilibrium. إذا static equilibrium يعني اتزان، إذا نظام متزن، جسم متزن، إنه الآن بكون عندي سرعته سواء الزاوية أو الخطية كان تساوي صفر الآن هنا. طبعا من التطبيقات على الستاتيك إيكوليبريم مهمة في الهندسة، وخصوصا في الهندسة المدنية أو كمان المعمارية أو الهندسة الآن هون الآن الميكانيكية. هذا بالنسبة لمين؟ الستاتيك إيكوليبريم الجزء الأول مين من هذا الشابتر. الجزء الثاني هو الإلاستيسيتي أو المونة الآن هون. الآن في هذا الشو راح ندرس الآن هون كيف أي جسم راح يتشوه، المقصود هون ديفورم، تشوه ممكن طوله يتغير، ممكن حجمه يتغير أو شكله يتغير under load condition، عندما نؤثر عليه في load أو في حمل خارجي أو في قوة خارجية الآن هون. طبعا في عنا ما يسمى ندرس مفهوم الالاستيك اوبجكت الان هون. شو معنى الالاستيك؟ الالاستيك تعني مرن. الالاستيك اوبجكت الان المقصود فيه الان يرتينز تو اتس اوريجينال شيب، اللي راح يرجع لمين؟ لشكله الاصلي. متى؟ لما يشيل القوه الخارجيه المؤثره او عملت على تشوه هذا الان هون جسم، لما تزول هاي القوه الخارجيه الجسم راح يرجع الى شكله الاصلي، هذا يسمى Elastic Object. طبعا راح نشوف في بعض كمان بعض الثوابت المختلفة Elastic Constant أو ثوابت مهون مختلفة ما هنعرفها، تعتمد على ما هو طبيعة هذا Deformation أو تشوه بيحصل لهذا الجسم. خلينا نشوف الآن ما هو الكونديشن للإكوليبيريوم لإتزان للريجيد أوبجكت. احنا لازم نميز الآن هون بين إذا حركة عند الجسم بيتحرك، هذا الجسم ممكن يكون point mass أو particle أو object. رح نميز وخلاف مهم جدا لأنه كل واحد له condition مختلف على الثاني بالنسبة لمين؟ لأن هون الآن قبل ما نشوف ما هو شرط اتزان للجسم الصلب، خلينا نشوف ما هو شرط اتزان للجسيم أو point mass لأن هنا. إذا point mass حتكون في اتزان لأن هون أو الآن، متى؟ إذا كان فقط السرعة تساوي ثابت الآن هنا، ومتى هذا السرعة؟ طبعا أي جسم تعرف متى السرعة تكون ثابتة؟ إذا كان مجموع القوة الأثر على الجسم كانت تساوي صفر. إذا كان عندي جسم أو point mass متى بكون متزن؟ إذا كان مجموع القوة عليه تساوي صفر، أو بهذه الحالة تكون السرعة الآن هون ثابتة الآن. طبعا مش دائما احنا بنقدر نفترض الجسم يتحرك عند بوينت ماس، ممكن لازم اعتبر اكستند اوبجكت او جسم ممتد، في هاي الحاله حركته بكون عندي اكثر تعقيدا، وبالحاله لان هنا ما بقدر بهاي الحاله ما بقدر اعتبر هذا الجسم عز بوينت بارتيكل لان هنا اللي هو بعتبر عباره عن ريجيد اوبجكت، والريجيد اوبجكت او الاكستند اوبجكت متى بكون متزن؟ تحقق عندي شرطين
لان هون الان اللي هو علاقه مع مين؟ مع روتيشن موشن وترانسليشن موشن، لان ريجيد اوبجكت الان ريجيد ممكن يكون بشكل عام له تو موشنز، ترانسليشن وروتيشنال. الان هون الان موشن الان. طبعا احنا درسنا التورك، والتورك بكون على ريجيد اوبجكت حول محور معين. الان هنا والتورك طبعا ار كروس اف، وليس اف كروس ار كروس اف. الان هنا والتورك الان ممكن يكون مع عقارب الساعة، اتجاهه وعكس عقارب الساعة وهكذا. ما درسنا هذا، ما في مشكلة درسنا هذا. الان ننتقل، ما هو الكونديشن فور ايكوليبيريوم؟ الان هنا لان هون حكون في عندي للوجد اوبجكت في عندي تو كونديشنز. الكونديشن الاول الان هو ذا نت اكسترنال فورس ان اوبجكت ماست ايكوال تو زيرو، مجموع القوى الخارجيه تؤثر على جسم شو لازم تساوي صفر. الان هون الان اذا الجسم اللي هون افترضته عباره عن بارتيكل، جزء الاوبجكت الاوبجكت عندي بيتحرك، الجسم بيتحرك اعتبرت عباره عن جسيم، هل هذا كافي، شرط كافي حتى يكون النظام او عندي هنا متزن؟ لكن اذا كان عندي اكسترنال اوبجكت بدي شرط اخر، ما هو؟ the net external torque on the object about any axis must be zero. الان هنا اذا في عندي شرط ثاني، ما هو؟ مين لي التورك. ليش بدي شرطين للقوه؟ مجموع قوه يساوي صفر، مجموع التورك يساوي صفر. انا بدي اتزان، اتزان شو بكون عندي؟ سرعه تساوي ثابت. لما السرعة تساوي ثابت، في حد كان في سرعتين، في سرعة انتقالية وسرعة زاوية. السرعة الانتقالية علاقة مع مين؟ مع قوة. والسرعة الانتقالية والسرعة الزاوية العلاقة مع مين؟ مع التورك. الآن هنا الآن حتى السرعة تكون ثابتة، مفروض السرعة الانتقالية مجموع قوة تساوي صفر، اللي بتكون للسنتر وماس. وهنا مجموع ايش؟ القوة الاكسترنال تورك يساوي صفر، اللي هو للسرعة مين؟ الآن هون الآن الزاوية. إذا لل rigid body أو extended object two conditions must be satisfied حتى يكون فيني equilibrium، المجموع قوة خارجية يساوي صفر، مجموع التورك يساوي صفر. في حالتين شو بكون هن؟ السرعة هنا صفر، هون السرعة الزاوية تساوي صفر، آسف ثابت هون ثابت. بس إذا بدي أصفار بكون عبارة عن static. الآن هون الآن equilibrium الآن هنا الان. طبعا حكينا الاي اي طبعا ريجيد اوبجكت رح تكون تو موشنز، ترانسليشنال روتيشنال. الترانسليشن كولبيريوم متى اتزان الترانسليشن انتقالي؟ هذا كونديشن الان هنا اللي يمثل المجموع قوى ساو صفر للكولبيريوم، اللي هو علاقه مع مين؟ ترانسليشن موشن. وشو بيحكي لنا هون؟ translation acceleration of the object of the center of mass is zero. اذا معنى equilibrium لان هو لغه ثانيه للtranslation equilibrium انه سرعه مركز الكتله، تسارع مركز الكتله يساوي صفر. اذا تساوي صفر هذا الشيء يعني السرعه تساوي constant. الان هنا وطبعا الان هون هذا الكونديشن انه المجموع القوى الخارجيه يساوي صفر او التسارع يساوي صفر للcenter of mass، هذا بنقدر الان هون لازم يكون صحيح الان من خلال اذا لاي اي انيرشال ريفرنس. لان هون فريم الاي طبعا عندي المحاور المرجعيه الاسناديه لان هون القصوريه. الثاني الروتيشنال ايكوليبريم، شو عندنا روتيشنال ايكوليبريم؟ لان هون هو الكونديشن الثاني للحركه، هو لمين؟ العلاقه مع الحركه الانتقاليه او اتزان الدوراني. وشو بيحكي الان هون تيشن اكوليريم؟ انه الان الانجل اكسلريشن الاوبجكت صار صفر، وهذا لازم يكون صحيح لوين؟ لاي اكسس اوف روتيشن. هون اذا هذا الان متى التسارع على مركز كده صار صفر لوين؟ نظرنا الى الحركه الجسم من خلال اي انيرشال ريفرنس فريم. هون الان تسارع الانجل اكسلريشن صار صفر لاين؟ اذا نظرنا للصحيح، اذا كان الان عندي التورك بكون ايش الان هنا؟ مجموع يساوي صفر. اذا التورك حسبنا لاي اكسس روتيشن، ما في عندي اي روتيشن، اي اكسس مهم جدا لاي اكسس روتيشن هون لاي انيرشال فريم ريفرنس الان، او انيرشال ريفرنس الان هون الان فريم.
شو الفرق بين الستاتيك والدايناميك ايكوليبريم؟ الان نحن طبعا نحن راح نركز فقط على الستاتيك ايكوليبريم. الستاتيك ايكوليبريم تعني انه الجسم والنقط بموفينج، ما في حركه سواء انتقاليه او دورانيه. اذا بكون معناها بكون جسم سرعه المركز الكتلي يساوي صفر والانجولار فيلوسيتي تساوي صفر، اذا الجسم ستاتيك ساكن ما في حركه، لكن هو متزن. متزن ليش اتزان؟ انتقالي لان في عندي قوه تؤثر عليه، لكن مجموع القوه يساوي صفر ومجموع التورك الكلي يساوي صفر. زيرو نت تورك does not mean an absence of rotational motion. فاحيانا الان انه حتى ممكن يكون في حالات انه زيرو نت تورك، اذا نت تورك يساوي صفر does not mean an absence of rotational motion، لا تعني احيانا انه ما في عندي حركة الآن هون الآن انتقالية الآن هنا. وفي نوع آخر يسمى الدايناميك ستاتيك is also possible، يعني في عندي ممكن احتمال آخر من دايناميك إيكوليبيريوم. الدايناميك إيكوليبيريوم دايناميك تعني ديناميكي، إذا في عندي حركة في الحالة الجسم ممكن يدور لكن بسرعة زاوية ثابتة، ممكن يتحرك بسرعة سنتر ماس تكون عندي الآن هون ثابتة. إذا لما نحكي عن إيكوليبيريوم اتزان في عندي نوعين ستاتيك وفي دايناميك. الإكوليبيريم دائما تعني مجموع قوة تساوي صفر، مجموع التورك يساوي صفر، مجموع التورك يساوي صفر أو مجموع قوة يساوي صفر. في عندي تو كيسز، إما بكون السرعة ثابتة ثنتين الزاوية والخطية بهاية الستاتيك بيسموه دايناميك، أو إذا كان السرعة تساوي صفر ثنتين بيسموه ستاتيك إكوليبيريم. الآن إذ ما هي الشروط الرياضية أو المعادلات الرياضية للإكوليبيريم إكويشنز الآن هنا؟ لأن حتكون في عندي المجموعة القوة الخارجية تساوي صفر، اللي هي بتكون القوة طبعا عندي بالنسبة لمحور معين، مجموع القوة على الإكس أكس تساوي صفر، مجموع القوة على الواي أكس تساوي صفر، مجموع القوة على الزد أكس تساوي صفر. وهي القوة راح نسميها تسمى كوبلانر فورسز. معنى كوبلانر فورسز الآن هنا they lie in the same plane، واقعات في نفس الآن هون الآن بلين الآن هنا. والكونديشن الثاني الآن هون المجموع التور مجموع التورك يساوي صفر، اسف هنا هنا الكوليبيريم محكوم في عندي الان هون راح نشوف انه لو كان فقط القوه وين وقعت في الاكس واي بلين، نفترض القوه وقعت الى فقط الى تو كومبوننت وقعت في الاكس واي بلين، وهي القوه يسمى كوبلانر الان هنا، وبالتالي يكون مجموع القوه على الاكس اكسس يساوي صفر، مجموع الواي اكسس يساوي صفر. هذا اللي هو الكونديشن للترانسليشن. والكونديشن من الروتيشن مجموع التورك حول الزد اكسس يساوي صفر الان هنا، لكن الزد اكسس اللوكيشن اوف ذا اكسس اوف ذا تورك ايكويشن از ارباتي. هون مهم جدا لانه انا بقدر اختار اي محور بدي اياه لايش؟ لحساب التورك. هنا بحدد محاور اكس واي وبحسب مجموع قوة يساوي صفر مجموع واي يساوي صفر. انا بقدر اختار الاكس والواي عند اي منطقة بدي اياها، اي مكان بدي اياه، بس دائما بختارهم بحيث اسال عن الاسئله. وكمان مجموع التورك حول اي محور اللي حول مين الزد اكسس العمود طبعا على الاكس واي يساوي صفر، واقدر اختار دائما عندي المحور اي مكان بدي اياه. الان هذا مهم جدا انه عنده حريه في اختيار المحور لحساب التورك، لانه بسط علي احيانا كثير الان هون الان المسائل. طبعا السنتر اوف ماس انتم درستوا شو معنى سنتر اوف ماس في الفيزياء 101 الان هنا، وكيف ممكن احسب السنتر اوف ماس لفرض مجموعه من ريجيد اوبجكت الان هنا. هذا ريجيد اوبجكت بقدر افترض عباره عن مجموعه من الجسيمات، كل جسيم له ام 1 كتله، الجسيم الثاني ام 2 ام 3 الى ام ان من البارتيكلز، وكل جسم له موقع اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2. الان ما هو الموقع مركز الكتلي؟ راح يكون نقطة موجودة على الجسم موقع مركز سنتر اوف ماس مركز الكتلة. لأن موقع المركز الكتلة الآن هذا تعريفه الآن في يكون موقع على الإكس أكسس وموقع مين على الواي أكسس. هذا هو تعريف الموقع على الإكس أكسس، مجموع القوة ام اي في إكس اي عن مجموع الكتل الكلية. وفي عندي قانون ثاني على الواي أكسس، مجموع ام اي واي اي على مجموع ام اي اللي هو لمين لموقع المركز كتلة على الواي اكسس. وهذا هاي النقطة الاحداثيتين، احداثيات على الاكس اكسس احداثيات على الواي اكسس، هو موقع مركز الكتلة لهذا الان هون الان الجسم. وطبعا اذا كان في عندي 3 دايمنشن كان عندي كمان قانون لمين للزد للمركز كتلة مين على الزد اكسس.
لا في عندنا مفهوم ثاني سنتر اوف جرافيتي، في عندنا سنتر اوف ماس، مركز كتله، في سنتر اوف جرافيتي مركز الجاذبيه. المركز الجاذبيه كمان كيف ممكن احسبه لمجموعه من الاكستندد اوبجكت. افترض عندي مجموعه من الجسيمات M1 M2 M3 M4 وهكذا. لو افترضنا قوه الجاذبيه على الجسم الاول هي جاذبيه M1 G1، ال M2 G2 الجسم الثاني، M3 G3. وبشكل عام ممكن انا افترض ان G1 لا تساوي G2 لا تساوي G3 بشكل عام الان هنا. وبالتالي كل القوة الجاذبية اللي بتأثر على هاي الأجسام الـ M1 و M2 و M3 تكافئ إيش الآن هنا؟ قوة جاذبية واحدة لمين؟ لجسم كتلته M، والجاذبية اللي هو الـ Center of Gravity GCG لهاي الجاذبية الـ G1 و G2 و G الآن هون الآن 3. إذا الوزن الاول، الوزن الثاني، الوزن الثالث بقدر اصعد عنه عباره عن مين الان هنا وزن جديد لكتله ام، وتسارع هذا الجسم للجاذبيه هو جي سي جي هو سنتر اوف الان هون جرافيتي. طبعا الان اذا في عندي جاذبيه هنا قوه، وفي عندي هنا فرضا مركز سنتر محور بمر بالنقطه او، اذا هاي راح تكون لها توك، هاي لها توك، كل واحد إلها الآن هون الآن تورك الآن هون الآن، وكل جسيم M1 G1 M2 M2 G2 وهكذا كل واحد منهم له تورك حول محور بمر في هاي النقطة الآن هنا. شو يساوي المسافة العمودية من القوة لمحور الدوران في الآن هون الآن الجاذبية. الآن ما هو تعريف موقع Center of Gravity؟ هو M1 X1 M2 X2 M3 X3 في على مجموعة الآن هون الآن الكتل الآن، وهذا تعريف المركز الآن هون الجاذبية. لاحظ يشبه تعريف مين مركز الآن هون الآن الكتلة. الآن التورك الناتج عن gravitational force of the object M is the force Mg acting at the center of gravity of the الآن هون object الآن هون. إذا التوك الناتج عن قوة جاذبية للجسم M تعريفه اللي هو M في G في الآن طبعا في طول ذراع هاي الآن هون القوة. الآن إذا كان G is uniform، شو G is uniform منتظمة over the object، معنى آخر إنه G1 تساوي G2 وتساوي G3 هي كلهم متساويات ويساوي G الآن هون الآن، then the center of gravity of the object coincides with the center of mass. وبالتالي يكون عندي موقع مركز الكتلة هو بنفس منطبق على نفس موقع مركز الجاذبية. إذا في عندنا موقع مركز الكتلة الآن بشكل عام بيختلف عن موقع مركز الجاذبية. متى بيتساووا؟ إذا كان عندي الجاذبية هي بتكون عندي الآن هنا إيش الآن؟ هي منتظمة على جميع أجزاء الجسم، معنى آخر كل جزء من هذا الاكسندد أوبجكت بتأثر في نفس له نفس تسارع الجاذبية الأرضية جي جي وليس جي 1 جي 1 جي 3. ولحالة موقع مركز كتلة بيتطابق مع مين؟ مركز الآن هون الآن الكتلة. إذا if G is uniform over the object كان منتظم على جميع أجزاء الجسم، the center of gravity مركز الجاذبية للجسم نفسه بينطبق على مين؟ على مركز الآن هون الآن الكتلة. طبعا if the object is homogeneous كان الجسم عندي homogeneous و الآن homogeneous تعني متجانس، asymmetrical متماثل، the center of gravity coincides with its geometric center. إذا بهاي الحالة وين موقع مركز الجاذبية؟ هو المركز إيش الهندسي لهذا الجسم. إذا في عندي جسم زي كرة، وهي الكرة هي الكرة عليها قوة عليها موزع الكتلة موزعة عليها بشكل منتظم لأن هنا وهي متماثلة، فموقع مركز الكتلة ما هو المركز الإيش الهندسي اللي هو ما هو المركز الهندسي للكرة؟ هو مركزها. بالتالي المركز center of mass هو نفسه ما الآن مركز هاي الآن هون الآن الكرة. لو كان في عندي حبل سلك، هذا سلك الآن هنا كتلة عليه موزعة بانتظام الآن طوله L، والآن وين مركز الكتلة؟ مركز الكتلة وين موقع مركز الجاذبية أو مركز الكتلة؟ هو نصف مركز الهندسي له، وهو
الاثنين منتصف هذا الان هون الحبل. هذا مهم جدا لانه من هاي نصير نحسب ما هي وين موقع مركز الكتله، حتى نشوف وين الجاذبيه بتاثر على نظام الان هون معين. راح نوقف حتى هون المحاضره، الفيديو الثاني هنشوف كيف استراتيجيه للتعامل مع حل المسائل في الان هون